لسه يا فندم في قطر الجواز ولسه المصطلحات دي غالبة على التفكير وعلى الكلام في الشارع المصري؟ للأسف لازال، طبعا لازال، لأنه هو جزء من الثقافة المتوارثة وجزء من عادات وتقاليد المجتمع اللي بتختلف يمكن من وقت للتاني ومن مكان للتاني. يمكن ما بقاش بنفس القوة اللي موجود بيها زي الأول، لكن لازالت. لو نزلنا ناحية الصعيد، ناحية الأرياف، ناحية المناطق المتطرفة شوية بعيدا عن العاصمة، هنلاقي لازال المفهوم قطر الزواج لازال قائم، ولازال في استعجال في مسألة الزواج، ولازال في زواج قاصرات. يعني لازالت هذه المشكلات موجودة لأنها هي جزء من ثقافة المجتمع وعادات والتقاليد، اللي محتاجين الحقيقة الدولة تكثف جهودها علشان تقدر تغير الدولة هذا بتكثف الفكر. والله، بس على يمكن فكرة الفكر ده موجود حتى في العاصمة. موجود يعني أنا لو مدرب، ما فيش جواز المبكر أو جواز الأطفال فهو لسه في مفهوم الجواز هو يعني أساس، ما حدش ينكر إنه الجواز شيء مهم جدا، أكيد. لكن في حاجات تانية كمان قبل الجواز مهمة عشان الجواز نفسه ينجح، صحيح. وده اللي يمكن مسألة بيفوت التأهيل، علينا أو على ناس مسألة كتير. التأهيل هو مش بيفوت الحقيقة. يمكن أنا شغال مدرب في مشروع الدولة بتتبناه من سنة 2019، وهو المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية وتأهيل الشباب المقبلين للزواج، شغال في المحافظات كلها. مشروع مودة؟ مشروع مودة. الحقيقة المشروع ده يمكن أنا نزلت واشتغلت في محافظات وقرى، وشفنا قد إيه فكرة موضوع الحلقة اللي احنا بنتكلم فيه النهاردة مترسخ في بعض العادات والتقاليد في الأرياف. يعني كنا في إحدى المحافظات، محافظة ريفية، لقيت إن المتدربات أطفال صغيرين 13 سنة و14 سنة جايين ياخدوا التدريب ده؟ مش جايين، دول مخطوبين، لأن التدريب مخطوبين؟ بيستهدف المخطوبين والمقبلين على الزواج. فأنا اتصدمت من الأعمار الحقيقة، إن معدلات أعمار صغيرة، خاصة إن المشروع كمان إحنا لما بنيجي ندرب بنقول حاجة من اللي مش عايزينها، هي فكرة الزواج بدري. واكتشفنا مع الوقت طبعا انه ده مرتبط بثقافه القريه، انه البنت اول ما بتوصل ل 13 14 سنه يبقى كده خلاص هي آنت لحظة الزواج، ولو وصلت لل 20 العشرينات ولو وصلت لل 20. احنا رحنا في بعض المحافظات زي كفر الشيخ لقينا بنات 13 سنة متجوزين. متجوزين. فدي كوارث مرتبطة بثقافة المجتمع الحقيقة. انا كنت بقول ان انا اتجوزت بدري بس كده. وبيدعمها فعلا ثقافة المجتمع، يعني اللي هو قطر الجواز هيفوت، وان انت لازم تلحقي نفسك، وان انت لازم تتجوزي. بنلاقي نفسنا وقعنا في دوامة كبيرة جدا، وهي ارتفاع رهيب في معدلات الطلاق، لانه البنت بتبقى خايفة من الاستجما او وصمة المجتمع، انه كل اصحابي اتجوزوا وكل صاحباتي اتجوزوا، وبنات اصغر مني بيتجوزوا ويخلفوا، وانا ايه اللي ناقصني؟ وده بيدبسها في جوازة ممكن ما تبقاش مناسبة. فنبدا نشتكي فيما بعد من حالات العنف الاسري وارتفاع معدلات الطلاق. الارقام صادمة الحقيقة. احنا عندنا في مصر سنة 22 888,000 حالة زواج. دول اللي اتجوزوا في 22، طلق منهم كام بقى؟ كام؟ 254,000 في 22. فاحنا بنتكلم بنتكلم في 30 في المية تقريبا من اللي بيتجوزوا بيتطلقوا. دي نسبة مرعبة. نيجي نبص لل 30% يا فندم، نلاقي انه 15% دول بيتطلقوا في اول سنة. يعني ده في حاجة كارثية بتحصل، في حاجة دفعت البنات دول او الشباب دول انهم يتجوزوا عن 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 غير وعي او بدون حسابات وبدون ترتيبات لحياة. طب هي هل كل النسبة دي زواج مبكر، زواج بدون وعي؟ زواج طبيعي يعني؟ لا، زواج طبيعي عادي، زواج عادي الطبيعي. جدا، ده احنا ما حسبناش في النسبة ديت الزواج اللي هو بتاع القاصرات، لأنه لا يوثق. زواج القاصرات لا يوثق. لو ضفنا على ال 888,000 زواج القاصرات هتلاقي الرقم تجاوز المليون. وزواج القاصرات مش محسوب يعني، لأنه ملوش ورق. مش زواج مبكر او زواج قاصرات لانه مش محسوب، يعني ده زواج عادي، وزواج زواج ناس عادي المفروض جدا ان هي واعيه والمفروض المفروض ان هي عارفه هي بتعمل ايه المفروض. لكن للاسف احنا لما بنخاطب الشباب بنلاقي كوارث ومصايب كبيره جدا سطحت مفهوم الزواج ومفهوم الاسره ومفهوم البيت لدى الاسره ولدى الشباب المقبلين على الزواج. المفروض يعني ان الوعي بينمو مع نمو الأسرة، الحياه، لان الاسره هي مصدر الوعي. لما يعني الاسره تبقى مش واعيه دي هرجع كارثه.